اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بكابتن سمير عثمان خبيرنا التحكيمي في هذه الفقره الاخيره في ملعب الاهلي اليوم. كابتن سمير ازي حضرتك؟ ازي حضرتك كابتن؟ كله تمام الحمد لله يا رب. الحمد لله. ممكن تقول لنا بس طاقم التحكيم في مباراه اليوم؟ اوكي. النهارده كان الحكم الدولي محمد معروف ادار المباراه ومعاه سامي هلهل حكم مساعد رقم واحد، وهاني خيري مساعد حكم رقم اثنين، والحكم الرابع محمد نهاد محجوب، ومعاه حكم اضافي محمود ناجي ومحمد عبد العزيز، وده طبعا الحكام طبعا في بدايه المباراه ونزل بالبروتوكول اللي هو فيفا فير بلاي. ده طبعا الحكام ده طبعا ده محمد معروف تمام، وهنا بيعمل اجراءات توس بين الكابتن نادي الاهلي والاسماعيلي على اساس مين اللي يختار الكوره تمام والملعب. طبعا هنا زي لعيبه الكوره برده زي لعيبه الكوره بيقروا الفاتحه بالظبط. ونخش على الحالات بعد كده بقى سمير ان شاء الله. خلينا نروح للحالات بالظبط. النهارده الشوط الاولاني يعتبر معظمه للمساعدين. دي اول حاله تسلل كان في الدقيقه 3، وطبعا هي حاله سهله بس اما بتيجي في بدايه المباراه يا كابتن اسلام بتبقى برده بتبين ان الحكم المساعد مركز وفايق قوي في بدايه المباراه تمام، عشان الحكم زي اللعيب بالظبط عاوز تجيله كام كره بسرعه عشان يسخن. طبعا هنا لحظه لعب الكره هتلاقي في مهاجم نادي الاسماعيلي متسلل بعد تاني اخر مدافع النادي الاهلي، وهاني خيري طبعا شايفها من الناحيه الاخرى، وده تسلل سليم. احنا جايبين الكره دي برغم انها فيها تسلل سهل بس هي في بدايتها. دي الحاله الثانيه، دي حاله مهمه جدا يا كابتن. بص التلعبه مزدوجه هنا، اما استلم الكره هو مش في موقف تسلل تمام. نعيدها الثانيه سمير لو سمحت. بص هو هنا في موقف تسلل بس ما جاتلوش الكوره تمام، لا يعاقب. اول ما يستلم الكوره اتفضل يا سمير كمل تمام، اتفضل كمل يا سمير. خلاص هو جاي هنا من موقف تسلل، يبقى طبعا هنا تسلل سليم. طبعا ده من التسللات اللي بتبقى فيها تريكة يا كابتن اللي تبين مساعد حكم عن مساعد حكم تاني مركز ولا لا تمام. الكوره اللي بعدها يا سمير طبعا دي احنا جايبينها كمش كايبها تحكيميا اكتر ما يبقى فيها خطا. نعيدها تانية يا سمير لو سمحت. دي اخطر بس يا سمير لو سمحت، بس الحته اللي واقف فيها محمد معروف دي حته خطره جدا تمام. ليه؟ اول حاجه للمدافعين عاوزين يصدوا الكوره، وبعد كده للمهاجم او لعيب وسط الملعب عشان ياخد الكوره او يشوطها مثلا جوه شويه، لازم ياخدها لبره، لازم ياخدها لبره. ليه؟ انا بدي نصيحه لمعروف كل حكم، انت لازم وانت بتجري لازم الكوره تبقى على يمينك، طالما ان الكره على يمينك انت بتجري صح، ولا يمكن الكره تيجي فيك ولا تقف في مسار الكره. ليه بقول يا كابتن اسلام الكره تيجي على يمين الحكم؟ طالما الكره على يمين الحكم يبقى كده الكره بين مساعد الحكم وحكم المباراه. اما نيجي نتفرج على اي مباراه لو لقينا الكره على شمال الحكم اعرف الحكم ده بيجري غلط في اي حته في العالم تمام. اتفضل يا سمير الكره اللي بعدها. هنا ادأ طبعا اتاحت فرصه رائعه لنادي الاسماعيلي، لان اهم حاجه طبعا سرعه استمرار اللعب. هنا معروف عشان قري اللعبه كويس وتحركه فيها كان كويس، فامر باستئناف بسرعه استئناف اللعب طبعا، ما حسبش الخطا وادى استمراره. طبعا الاشاره بتاعته واضحه، دي ضمن من الحالات الايجابيه النهارده اللي كانت عند معروف. تحركه كويس طبعا، لياقته البدنيه ما شاء الله فمساعده انه يبقى موجود في اي مكان. بعد كده عندنا في حاله ثانيه برضو تمام. طبعا احنا شايفينها من اول لقطه تحس ان ما فيهاش حاجه، انما مش من الكاميرا الخلفيه اللي ورا سامي هلال مساعد حكم واحد بس كده. احنا عندنا في لعيب بقى قبل ما الكره تتلعب، لو رجعنا سنه ورا يا سمير هتلاقي لعيب النادي الاهلي من ناحيه الشمال متسلل. طبعا اول ما الكره تجيله ايوه تمام اتفضل اهو كده متسلل كابتن اسلام. لو الكره جات له لازم يعاقب على التسلل. اتفضل يا سمير اتفضل كمل بقى بقيه اللعبه. خلاص هنا واقف موقف تسلل، الكره هنا جات له طبعا لازم حكم المساعد يرفع على الكوره، وده ما يعتبرش طبعا هدف ملغي عشان فيها تسلل قبل الكوره ما تتلعب بالعرض. الحاله اللي بعدها يا سمير بص يا كابتن هنا دي حاله طبعا كان لازم يبقى فيها كارت اصفر، اللي دي فيها تهور. ايوه الكوره دي فيها تهور. طبعا احنا عندنا حالات بتحتسب فيها ركله حره تقريبا. وليد ازارو النهارده خد حوالي 6-7 حالات من نفس الشكل ده. بالظبط. طبعا كان لازم يبقى فيها قرار قوي من محمد. هنا دي كوره لازم محمد كان يدي فيها كارت اصفر بسبب التهور. وخلي بالك يا كابتن اسلام لو الكوره مش موجوده والرجل دي راحت دايركت على
لعيب نادي الاهلي هتتحول من تهور لاستخدام قوه زايده وبالتالي كارت احمر. هنا كان لازم يبقى معروف، كان لازم يدي فيها انذار بسبب التهور، وكان لازم مساعد الحكم برضو سامي هلال قريب منه كان برضو لازم يكلمه في الاير بيس والمايك اللي معاه الكوره، عشان ممكن معروف جاي من بعيد وممكن ما يشوفهاش ولا يقدرها كويس. بس طالما انا حسبت يبقى لازم اخد القرار الاداري او الحكومه الانضباطيه سليمه. للكره اللي بعدها مش عارف يا كابتن سمير، برضو مش عارف، ما هو لازم هيعمل كده احمد فتحي، وبعدين لما رجله في الاخر يعني برضو مش عارف. اهو هو دلوقتي طلع لاعب النادي الاسماعيلي، واحمد انا حاسس ان هو لما رجله، معرفش حضرتك معايا ولا مش معايا ولا ايه. يعني احنا عاوزين نقول ان بتاع الاسماعيلي لعب الكوره تمام، واحمد مكمل مثلا مكمل فيها تمام. الكوره بص دي يا كابتن اسلام هي حاجه من حاجتين، يا استمرار للعب اوكي، يا ممكن تحسبها ركله حره غير مباشره لعب خطر على لاعب النادي الاسماعيلي. انما انت تحسبها على احمد فتحي لا، لان بص لما نيجي نجيبها حته ثانيه سمير في اللعبه دي، احمد بيشوط، اللي لاعب اللي طالع عالي واللي عامل جامب مين هنا يا كابتن؟ مين الرجل اللي طالع فوق؟ كمل كمل مين؟ بص الاسماعيلي رجل الاسماعيلي لعيب اليمين هي اللي فوق فوق رجل احمد فتحي. دي حاجه من اثنين، يا تحسبها ركله حره غير مباشره كره لعبه خطره، او هتحسبها استمرار اللعب. انما تحسبها على احمد فتحي لاعب النادي الاهلي لا غلط. والقرار ده ما ادهوش على فكره محمد معروف، لا اداه هاني خيري مساعد حكم رقم 2. لما كنت بتفرج على الماتش وهي لايف، هاني هو اللي لعب الكوره. لو فتحنا الكاميرا يا سمير من اللقطه اللايف هتلاقي ان مساعد الحكم هو اللي حسبها. ايوه ايوه بالظبط. اتفضل بص الكره هنا اتلعبت، يعني اللعبه دي يا كابتن كان يجب احتسابي، اما ركله حره مباشره استمرار اللعب. استمرار انما اللعب. بص هنا بص مين رفع، اللي رفع هنا مساعد الحكم هاني خيري اللي هناك، لان دي طبعا بعيد عن معروف. بعلاوه كمان يا كابتن اسلام لو بهدوء هنلاقي فيه الحكم الاضافي اللي ورا محمد عبد العزيز، لازم كان ليه تدخل في الكوره زي دي. لازم كان يقول له حاجه من حاجتين في المايك يا كابتن اسلام. يا ركله حره غير مباشره استمرار اللعب، لان هنا مفيش فاول على النادي الاهلي، هنا مفيش فاول خالص هنا على النادي الاهلي. بالعكس انت عاوز تحسب لا، في لعبه خطره على لاعب النادي الاهلي. دي كانت لعبه مهمه اعتقد رجل. دي كانت في الدقيقه 80 او 82 طبعا، كانت في الدقيقه 88 طبعا. ده هنا باللاعب النادي الاسماعيلي طالع بطريقه فيها اهمال، اهمال وهو بيلعب الكوره ورجله اعلى من لعيب النادي الاهلي وبتاع الاهلي بيلعب بالكوره. فدي حاجه من حاجتين بقولها، يعني ايه ده الصح المفروض يا معروف، يا انت استمرار لعب او ركله حره غير مباشره لصالح النادي الاهلي. بس في جميع الحالات ما كانش ده قرار معروف، ده قرار مساعد الحكم هاني خيري. في النهايه هو من يحاسب كابتن، هو من يحاسب معروف. علاوه بقى هنا يا كابتن نقف في اللعبه دي او كمل كده سمير، هتلاقي الحكم الاضافي يبعد عنها 3 متر. كمل اللعبه لو سمحت. بس يعني هي دي بس. اما ضربه حره غير مباشره للنادي الاهلي استمرار اللعب او استمرار للعب. انما بص بقى يا كابتن اسلام الحكم الاضافي واقف فين؟ احسن واحد في الدنيا يشوفها، ما عشان ولا معروف ولا بتاع عشان ولا دايما كنت اللي دايما بطالب بيه خلال الكام يوم اللي فات، وهي العداله التحكيميه للفريقين. بالمناسبه بالزبط. انا يعني انا ما عنديش ادنى شك في اي حاجه، ولكن انا بتكلم على العداله التحكيميه اللي مطلوبه في مثل هذه الاوقات الصعبه جدا والحرجه. ما طبعا والحلقه اللي فاتت كابتن اسلام اتكلمنا حته التركيز، الحكام يركزوا الماتش يطلع على خير. ايوه مش هيركزوا طبعا لا. فكنت اتمنى الكره دي يستمر اللعب ركله حره غير مباشره. طبعا ده هنا طبعا في انذار سليم طبعا على لعيب نادي الاسماعيلي، خطا سليم، والعقوبه الانضباطيه من معروف كانت رائعه عشان معروف هنا قريب جدا من الكوره. تمام تمام. دي معظم احداث المباراه النهارده. المباراه الصفافير كانت كتيره في المباراه تمام، كتيره قوي، توقفات بداعي وبدون داعي الحقيقه بالظبط طبعا لاسباب كتيره. بس في مجمل المباراه الطاقم كله نجح بالمباراه، مفيش كانت اخطاء مؤثره كتيره، ومع ذلك الحمد لله الماتش عدى خير تحكيميا تحكيميا تحكيميا. بس قبل ما انهي بس انا عاوز ابارك لكابتن محمود ابو الرجال حكم مساعد لعب مباراه الافتتاح في كاس العالم في بولندا، كان مساعد حكم في بولندا في افتتاح كاس العالم ناشئين. فما شاء الله يعني ما يبقى عندك حكم بيلعب مباراه طبعا الافتتاح. الف مبروك للكابتن حاجه جميله جدا يعني طبعا حاجه جميله جدا، ونتمنى يا رب كل التوفيق للتحكيم المصري خلال الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سمير. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وما يعني مش عايز حضراتكم تزعلوا، انا عارف ان هي الفتره صعبه جدا وكل حاجه، ولكن الفتره القادمه لا تحتاج الا المسانده كالعاده. حضراتكم دائما بنيجي عليكم شويه وبنقول لكم لازم تساندوا، وانا عارف ومتاكد 100% ان كل جمهور النادي الاهلي سيساند فريقه وجهازه الفني حتى اللحظات الاخيره من عمر الدوري العام. فاضل لنا 6 نقاط، فاضل لنا مباراتين 6 نقاط. ايه اللي هيحصل في ال6 نقاط دول؟ كل اللي مطلوب من لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني والمسانده الجماهيريه
ومع المساندة الجماهيرية يعني إن شاء الله إن شاء الله نستطيع أن نصل إلى النقطة 80 ويفوز الدوري، يفوز النادي الأهلي بالدوري العام المصري. كل ما نتمناه خلال الفترة القادمة المساندة من حضراتكم كالعادة ودائما، ومحدش ييأس ومحدش يجيله إحباط، لأن ده بيحصل في كل أندية العالم، إن بتخسر مباريات في أوقات صعبة أو بتتعادل، بتخسر نقاط في أوقات صعبة، ولكن إن شاء الله المباريات القادمة يكون الدوري من حظ النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وانتظرونا قريبا في ملعب الأهلي.